نستكمل أحبائي المحاضرة. فده تشوف أهو إن المسألة ده تقول إن القوة بتأثر على الجانبين متساوية، وأعطيك إن هو بندنج ستريس. بطول إنطاق بندنج ستريس فقط أعرف إن هذا العمود بيتعرض لإيه؟ اللي بيتعرض لمومنت ستريس أو بيتعرض لعزم الانحناء فقط. هو شيء يريد، يقول يريد ديستانس ديتيرمين ذا ديامتر اوف ذا شيفت، يريد ايه؟ هذا قطر العمود اللي يتحمل هذا الشيء. خلاص سهل، انا راسا ما طول قطر العمود ما عندي غير قانون واحد اللي انا بستخدمه، ان هو شنو هو القانون؟ ان الام بتساوي باي على 32 سيجما بندنج في الدي تكعيب، هذا هو القانون الوحيد. واضح يا شباب؟ واضح، بكتبه بالبدايه. زين، انا محتاج حتى القانون هنا أنا اجد فيه السيجما بندنج موجوده، تمام يا شباب ولا لا؟ السيجما بندنج عطالي هو صراحه 150 نيوتن على المليمتر مربع، والباي نسبه ثابته معروفه. اصبح عندي القانون فيه مجهولين، في العزم الانحناء هنا مجهول، وفي الايه القطر مجهول. طيب اذا هو رايد القطر، يبقى انا ادور على شلون اوجد العزم. شلون اوجد العزم؟ هو منطيني شنو؟ منطيق قوه ومنطيق مسافه. انا اعرف ان العزم بيساوي شنو؟ عافية عليكم، قوه في ذراع او قوه في ازاحه. اذا انا لما اجيب العزم عند البكره الاولى او العجله الاولى هي عباره عن شنو؟ عباره عن هذه القوه في الذراع مالتها. القوه هذه اعطي لك اياها اللي هي بتساوي لي 50 كيلو نيوتن، يعني 50 في 10 اس 3 نيوتن، بضربها في 100 بطلع لي العزم هنا. أنا هو نفس العزم هنا، تمام ولا لا يا شباب؟ اذا العزم موجود عندي اللي هو بيساوي لي شنو؟ اهو العزم بيساوي لي قوه في ذراع، قوة في ذراع، أصبح العزم بيساوي لي 50 في 10 أس 5 اللي جت من 10 أس 3 و10 أس 2 هنا، تمام؟ خلاص العزم موجود، هطبق تطبيق مباشر، العزم بيساوي لي 50 في 10 أس 5 نيوتن في مليمتر، ودي 3.14 من 100، والسيجما بندنج 150 نيوتن على المليمتر تربيع في الدي تكعيب، أضرب الوسطين في الطرفين أطلع قيمة الدي تكعيب وأجيب الجذر التكعيبي لها، في بالتالي تطلع إن الدي بتساوي لي 69.78 مليمتر. مع مراعاة الوحدات، أهم شيء إنك أنت تضبط وحداتك حتى تعرف وحدات الطرف اليمين بتسوي لك وحدات الطرف اليسار، إذا طلعت هذا الشيء معناه أنت بتعويضك صحيح وأرقامك صحيحة. مفهوم هاي المسألة يا شباب؟ مسألة مباشرة، كل ما هناك إن أنت بتطبق القانون وأنت محتاج على متطلع القطر اللي هو رايده الدي، لابد محتاج إنك تحسب الإم. هنحسب منين الإم؟ أعطيك قوة وذراع، خلاص قوة أضربه من الاثنين في بعض طلعت الإيه؟ طلعت العزم. أحط العزم هنا أنا، وأحط الإجهاد الانحناء هنا أنا، وأحط الباي 3.14% هنا، أضرب الوسطين في الطرفين أطلع قيمة مقدار الدي تكعيب، وأجيب الجذر التكعيبي لها من الآلة الحاسبة، يطلع هو القطر اللي هو ورايده بهذا الشكل. نشوف مسألة ثانية. بيقول لك إن beside figure you suggested the suitable diameter for shift if the bending stress is 650 كيلوغرام على سنتيمتر تربيع. شنو معنى هذا الكلام؟ تمام، معناه إنه يقول لك من الشكل الجانبي هذا أنت اقترح القطر المناسب لهذا العمود إيش قد يكون، إذا علمت البيانات التالية. هذا الشيفت أو هذا العمود بيتعرض لحملين، الحمل الأول مقداره 3000 كيلو غرام، بيبعد عن حافة الشيفت بمسافة 20 سنتيمتر، وهناك حمل آخر بمقداره 4000 كيلو غرام، بيبعد 25 مليمتر أو العفو سنتيمتر عن الحافة الأخرى. وأعطيك المسافات ما بين القوتين اللي بيتأثروا دول. زين، ماذا نفعل هنا؟ هو ايش رايد؟ بيقول لك اقترح قطر العمود. عندنا مشكلة؟ لا ما عندنا مشكلة. ليش؟ أنا أحط القانون اللي عندي. هنا أعطيني في المسألة أعطيني شنو؟ أعطيني بندنج ستريس. اتفقنا يا شباب، ما طول أعطاني بندنج ستريس وسكت، يعني هذه المسألة بتتحول إلى قانون الإم، المومنت بندنج أو بندنج مومنت، تمام؟ اللي هي الإم بتساوي لي باي على 32 سيجما بندنج دي تكعيب. خلص حفظنا وعرفنا. اهو ما عندي مناص غير هذا القانون. ما طول هو انطاق سيجما بندنج يبقى احط الايه البندنج مومنت بيساوي لي الباي على 32 سيجما بندنج دي تكعيب. دي موجوده وهذا موجوده ايضا نفس الحاله. يريد هو القطر، تقترح له قطر مالت هذا العمود ايش قد. اذا انت محتاج تحسب الايه العزم اللي بيأثر لك على هذا العمود. هناك كم عزم بيأثر لي على هذا العمود؟
في المسألة السابقة كان عزم واحد، تمام، متشابهين متساوي. العزم اللي بيأثر على العجلة هذه هو نفس العزم اللي إيه بيأثر لك على العجلة الثانية، تمام. فأخذنا عزم واحد اللي هو بيشتغل على القوتين أو على العجلتين. هنا بتختلف شنو المسألة؟ أولا المسافات اختلفت والقوة اختلفت، تمام. إذا هناك شنو؟ هناك عزمان، عزم بيأثر لك على 3000 كيلو وعزم آخر بيأثر لك على 4000 كيلو. محتاج من جنابك تطلع شنو؟ تطلع كل عزم بيسوي لك شنو، وتاخد انه عزم اللي هتشتغل عليه. العزم اللي هيطلع لك طبعا رقمين، رقم اصغر ورقم اكبر، انت هتشتغل على انه رقم؟ بالتاكيد على الرقم الاكبر، حتى شنو لما تاخد العزم الكبير يستطيع انه يتعامل مع العزم الاقل، تمام، ومع القوه الاقل او مع مجموع القوتين. فتعال نشوف ان انا شلون تطلع العزم عند هذه القوه وشلون تطلع العزم عند هذه القوة، وحتختار انه عزم في اللي انت تدخله لي هنا في القانون حتى تطلع لي منه الجيل. اتفقنا شباب؟ تعال نشوف. حتى تحسب العزم هنا وتحسب العزم هنا محتاج شنو؟ العزم هنا عبارة عن شنو؟ محتاج تجيب القوة في الذراع ومحتاج تجيب القوة في الذراع، تمام ولا؟ برافو. حتى تحسب القوة ماذا نفعل؟ بسيطة جدا، اجي هنا أنا اخذ مجموع العزوم عند نقطة ايه مثلا، تمام، اهو هاخذ اللي انا اقول ان اخذ سيجما ام حو ايه عند نقطة ايه بتساوي زيرو. انا اعرف ان مجموع العزوم حول نقطة بتساوي صفر. طب لو انا وقفت هنا أنا في هذه نقطة ايه، تمام، ايش اجد؟ حجد ان هناك قوة 3000 في ذراعها 20، وهناك قوة 4000 في ذراعها شقد؟ 95. برافو عليكم. مرة تانية، حتى أحسب العزم عند هذه النقطة، هنا لما أقف في النقطة مجموع العزوم حول أي نقطة بيساوي صفر، لما وقفت عند نقطة A هناك قوتين، كل قوة لها ذراع، بتأثر لك على هذا العمود، هاي القوة 3000 في 20 زائد الـ 4000 في إيه؟ في 75، أهو العزم. وفي نفس الوقت هناك قوة رد فعل أخرى بتساوي لك أهي اللي هي بتسميها RB، تمام، بتأثر لك إيه على المسافة مالتها جد 25 زائد 75 على إيه على 20. ولكن القوة RB هذه عكس القوتين اللي إيه اللي 3000 في 20 زائد 4000 في 95، تمام ولا؟ إذا لما تيجي توزن هنا وتأخذ العزوم حول النقطة هذه تجد هناك إيه قوة أشكال، ثلاث قوة، قوة بتأثر من جوا اللي هي الار بي، ذراعها شقد؟ ذراعها دي اهو، لو انت واقف هنا ذراعها 20 25 زائد 75 100 زائد 20 120، يبقى اهو هقول ان مجموع العزوم حول اي نقطة بيساوي صفر، يبقى هنتجد ان الار بي هنا المجهولة اللي عندك في ذراعها 520 سنتيمتر هتسوي لك مجموع القوتين اللي فوق، تمام، في اذرعهم بتسوي لك 3000 في 20، تمام، زائد 4000 في 95. مرة ثانية لما تيجي تقف عند نقطة الـ A هتجد ان عندك الـ RB هذه القوة المجهولة هنا في ذراعها اللي هو هذا الذراع كله اللي هو طول العمود اللي هو بيساوي 120 سنتيمتر، هيساوي لي قوتين أخرتين العفو اللي هي 3000 في 20 زائد 4000 في 95. صفي هذا الشيء وطلع لي الار بي، طلعت القوه الار بي بتساوي 3666.7 كيلوغرام، خليه على صفحه. يبقى انا حددت شنو؟ حددت قيمه القوه هذه. بنفس الطريقه اجي اقف عند نقطه بي واخذ مجموع العزوم بيساوي لي صفر، وبنفس الطريقه حاجد هنا شنو؟ حاجد نفس الثلاث قوه، قوه ار اي بذراع العمود كله اللي هو 120 هتسوي لي مجموع القوتين كل واحده بذراعها على حسب الاتجاه. انا وين واقف يا شباب؟ واقف عند نقطه بي، يبقى هو مجموع العزوم حول نقطه بي بيساوي صفر، هتساوي اذا من هذا الكلام هيساوي لي ار اي، هنا انا ار اي القوه اللي عندي ايه ذراعها 120، هتسوي لي شنو؟ هتسوي لي 4000 في شقد ذراعها 25، يعني انا واقف هنا، زائد ال 3000 في ذراعها شقد متر اللي هي 75 زائد 25. اصفي الطرفين يطلع ان الار اي بتساوي لي 3333.3 كيلوغرام، تمام؟ طلعت انا قوه الار اي هذه وقوه الار بي. اجي بعد ذلك احسب بقى، انا بطلع القوه دي كنت ليش؟ حتى احسب العزوم حول هذه القوه المتاثره الاحمال اللي بتاثر على العمود. خلاص اجي اقف عند احسب الام البندنج عند ال 3000، البندنج عند ال 3000 لو انا وقفت هنا هيساوي لك شنو؟ الار اي في ال 20 سنتي.
عافية عليك بيساوي لي الار اي في الايه في ال20 سنتيمتر. الار